ضمننا كمان احد نجمات فريق نادي الاهلي كابتن فريد العسقلاني. مبروك النهارده اول مباراه بالنسبه لكم، بطوله كنا نتمنى يبقى في عدد كبير من الفرق، لكن على ما اعتقد الفرق دي كلها فرق قويه. شايف المباراه النهارده ازاي بالنسبه لك؟ هو مباراه الافتتاح دي بتبقى شويه في خضه للناس اللي بتلعب، يعني احنا واحنا بنلعب ما كناش في احسن حال يعني، بس ان شاء الله بكره ان شاء الله هنلعب حلو ان شاء الله. بس زي ما قلت لك ان في الاول بيبقى في زي شويه خضه وتنشنه في الملعب، عشان كده ما كناش احسن حاجه عندنا، بس الحمد لله قدرنا نتغلب على ده وكسبنا 3-0. بس ان شاء الله ربنا معانا ونكسب كله. مباراه مهمه الصفاقس التونسي بالنسبه لكم، لكن عايز اتكلم على الجمهور ومدى تاثيره والشجاعه والتحميس الكبير جدا اللي بيبقى ليه تاثير عليكم في الملعب. طبعا الجمهور ده حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، وبيدينا روح قويه قوي في الملعب وبيحمسنا جدا، فلا يعني نتمنى ان هو يكون موجود كل المباريات ان شاء الله. كابتن حمدي بيتكلم معاكم ازاي وانتم كمان كلاعيبه كبار في الفرقه بتتكلموا مع بعض ازاي بالنسبه للبطوله دي؟ مفيش، هو بيتعامل معانا كاننا احنا ناس كبيره. هو مثلا النهارده في الماتش احنا ما كناش في احسن حاجه، بيقول لنا معلش ولا يهمكم ده طبيعي، وان ده في الاول بيكون في شويه تنشنه وكده، ما كانش يعني مش بيزعق لنا مثلا يلا العبوا او كده، بس هو فاهم ده كويس يعني بيتعامل معانا ان شاء الله. شكرا. اكيد مستمرين معاكم ومعانا نجمات فريق الكره الطايره بالنادي الاهلي كابتن نهله سامح، كمان احد نجمات فريق النادي الاهلي. كابتن نهله طبعا برحب بيكي في البدايه ومبروك النهارده البطوله، المباراه الاولى بالنسبه لكم، لسه المباراه اللي جايه فيها مباراه اقوى واقوى، لكن شايف النهارده المباراه ازاي بالنسبه لك؟ الحمد لله على الفوز طبعا الاول. الحمد لله، يعني احنا دايما ماتش الافتتاح بيكون شويه صعب، لسه بندخل في جو البطوله شويه، يمكن ما قدناش مستوانا، ممكن النهارده يكون مستوانا 70%، ما قدناش ال 100% بتاعنا. ان شاء الله اتمنى ان احنا بكره نقدر نطلع ال 100% بتاعنا ان شاء الله. مباراه الصفاقس بالنسبه لكم بكره هي تعتبر انطلاقه البطوله بالنسبه للمباراه، المباراه الاولى بالنسبه لكم كان من المتوسط، لكن غدا عايزين تركيز كبير. كابتن حمدي اتكلم معاكم ولا لسه؟ وانتم هتتكلموا مع بعض تقولوا ايه؟ طبعا هو دلوقتي يعتبر ماتش بكره مهم جدا، بالذات ان هم فازوا على الجي اس بي الجزائري، فان شاء الله يعني احنا يعني نعتبر دارسين الفرقه، وكابتن حمدي طبعا في اجتماع في محاضره فيديو، وان شاء الله هندسهم كويس عشان نبقى جاهزين لبكره ان شاء الله. شكرا. مستمرين معاكم طبعا مشاهدينا ومتابعينا بالنسبه طبعا لمباراه اليوم. الاهلي طبعا بيفوز النهارده نتيجه 3-0، لكن معانا كمان احد نجمات الفريق كابتن مريم. طبعا عايز اطمن عليكي في البدايه، انت كنت خارج السكور، عايز اتكلم الاصابه ولا انت بعيده ليه عن بالنسبه للمباراه دي؟ عشان انا عملت عمليه من 5 شهور ولسه في مرحله التاهيل دلوقتي، عمليه في كتفي، فانا لسه دلوقتي في مرحله التاهيل وان شاء الله بستعد عقبال ما هم يخلصوا البطوله اكون ان شاء الله رجعت. شفت المباراه النهارده بالنسبه لك ازاي بالنسبه للفريق؟ المباراه اللي جايه خلاص هتبقى اقوى، الصفاقس بالنسبه لكم بكره هتبقى مباراه مهمه، لكن النهارده شفت الاداء ازاي بالنسبه للفرق؟ هو طبعا اهم مباراتين في البطوله هتبقى الصفاقسي التونسي بكره ان شاء الله، والنهائي مع الجي اس بي الجزائري. فالنهارده طبعا ما كناش بمستوانا خالص، بس يعني عشان هو دايما بيبقى اول ماتش كده والتعود على الملعب واللعب والجمهور وكده، فان شاء الله يعني نقدر نتخطى ده النهارده ونلعب بكره بمستوانا ان شاء الله ونكسب. لازم اخد منك كلمه للجمهور، ده متعودين عليه ان هو بيأزر، واكيد انت كنت تتمني ان انت تبقي في الملعب النهارده، تحبي تقولي للجمهور النهارده اللي بيأزر فريق النادي الاهلي في كل دقيقه وفي كل لحظه؟ طبعا انا بشكرهم جدا ان هم بيجوا يقعدوا طول الماتش يغنوا ما بيسكتوش خالص وورانا في كل حته، واتمنى ان هم بكره والماتشات اللي جايه كلها يجوا اكتر ويملوا الصاله يمين وشمال ويبقوا معانا ان شاء الله ونفرحهم بالبطوله ان شاء الله. ميرسي. كل الشكر طبعا والتقدير لكل نجوم فريق انسات الكره اللي طايره بيها النادي الاهلي كابتن حمدي الصافي النهارده. زي ما قال اولى المباريات المستوى كان متوسط شويه، لكن مع توالي المباريات ان شاء الله نتمنى ان يكون في فورمه كبيره لفريق النادي الاهلي. اكيد غدا مباراه مهمه جدا، الاهلي والصفاقسي التونسي في الساعه 6 مساء هنا على استاد القاهره، صاله استاد القاهره صاله 2. اكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ويعود ويحمل هذه البطوله، النادي الاهلي حامل اللقب في الموسم الماضي، بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي في هذه البطوله رقم 19. اكيد يمكن كده انتهت رسالتنا وانتهت كواليسنا هنا واجواءنا الخاصه بالبطوله العربيه رقم 19 لنساء الكره الطايره بالنادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن هيثم، ولو فيها استفسار اتفضل.